السلام عليكم، يعطيكم العافية. نكمل تختيم هورايزن فوربدن ويست، وصلنا إلى مهمة قبر فارو، مهمة رئيسية اللي هي راح تكون على إيلوي العبور الخليجي المؤدي إلى إنقاذ سان فرانسيسكو، لتتمكن من العثور على تصريح أوميكا واسترجاعه من طيبة، وهي ملجأ تيد فارو. هذه مهمتها اللي راح تكون. المشكلة بالخريطة اللي تشوفونها راح تكون بعيدة، راح تكون هني المكان هذا. لقينا المتمردين قاعدين يحاربون هناك، ف راح نتكلم إلى شعر هذه. أحمر كالوباء، عيناي لا ساعدناهم طبعا يكاد تعبان. وذبحنا معاهم الآلي، أنت إيلوي بطلة فالحين الإنقاذ. نتكلم معاها. اسمي وش جابا، تبي؟ قائدة فرقة الثعلب بعشيرة السهم. آسفة على الدخول المفاجئ. مستعدون جيدا، يعرف سكان السهول كيفية الاستفادة من المفاجأة. إذا ننهي المهمة. سترجعين لمستنقع الإشراق؟ المستنقع؟ قرية بالجنوب الغربي، سيطر عليها متمردون. الزعيم أرسلك لاستعادتها. أنا آسفة، كنت أمر وحسب. كانت فرقتي تقطع عنهم طرق الإمدادات. في النهاية سيكون علينا مهاجمة القرية، وسنحتاج لجندية مثلك. إن كنت في المنطقة سأرى ما أفعله. لتتصرف العشرة، لكن قبل رحيلك الزعيم هيكارو لن يحبذ ألا تشكرك عشيرته على قتالك ضد ريجالا. شكرا، عسى أن نلتقي منتصرتين. أعطتنا فتح الصبغة، متعقب عشيرة السهول والرمان الباردة. نكمل الآن مشوارنا حق المنطقة هذه اللي حافة الخريف. طبعا لقيت مأوى هني، وأيضا لقينا مأوى هني في شخص اللي يعطينا من الإشاعات بعض المعلومات، والحين بنكمل طريقنا إلى حافة الخريف، وبعدها نروح إلى مهمتنا الأساسية. وصلنا إلى حافة الخريف، نشوف شنو قدامنا. ممكن يعطينا مهمات، يمكن أوكي شفنا نار مخيم قريب، نشوف إذا في أحد يكلمه يعطينا مساعدات أسلحة شيء. إنها حافة الخريف. كوتالو قال أتزود بالمؤن هنا ثم أتوجه لسفينة الكواني. حلو، أوكي في مؤن هني ولا خلاص. أجل نروح الحين إلى منطقتنا أو منطقة المهمة نفسها، مستنقع الأشواك راح تكون هني قبر فارو. يلا باقي لنا 2000 خطوة. بعد ما وصلنا إلى هذه النقطة طلعت لنا العلامة هذه اللي هي مهمة جانبية اللي هي تلزم المعرفة، اللي هو لقاء تيلانا شمال مستنقع الأشواك. شو اللي راح يحصل؟ راح نكمل المهمة هذه الجانبية، وبعدها نروح إلى المهمة الأساسية. مستنقع الأشواك، منظر رائع. لم أتصور أن أتوغل هكذا في أرض تيناكس. واجهتك مشكلة؟ ظللت مستلقية، اختبأت في المستنقعات لأتجنب الدوريات. حسناً، وصلت. أخبريني، من هو أمادس حقاً؟ كما قلت مسبقاً، ساعدني في التخلص من روبوت يقتل الصيادين. لقد ظن أنني مثل أي صيادة لا أهتم سوى بإسقاط الروبوتات، وظننت أنه متذمر يعيش في الغابة. ثم أودعني سره، وكيف أن الغارات الحمراء سلبته كل شيء، وهذا الجانب منه لا أعرف، غير رأيي. هل حقاً تحبينه؟ أظن ذلك. أجل، إذن لما افترقتما؟ عندما قال لي إنه لم يفلح في إنقاذ حبيبته، أخبرته كيف تقبلت وفاة أبي وأخي. يريد فعل نفس الشيء وحده. مهلاً، في أرض معركة الغارات الحمراء قلت إنه فقد مقرباً هناك، ظننته جندياً مثله. جندية؟ الجيش ممنوع لنساء كارجا، لكن
ناسا تخفت كي تفعل ذلك. أماديس حفظ السر قبل رحيله للغرب وعدني برسالة ليطمئنني، ولم تصلني. لذا خرجت للبحر. حين نجده سأعاتبه لأننا خضنا الرحلة الغريبة هذه. حسناً، لقد فهمت الأمر الآن. اعتقد أماديس أن نيسا ماتت في أرض المعركة، وحين عادوا التيناكس بسجناء وصل المضي. أعتقد سنبحث في السجن، القبر. تفقدت المكان وأنا أنتظر، أظنني وجدت الطريق. سأتبعك. حلو. تظنين ناسا لا تزال حياة؟ لا أظن. كل سجناء نتبعها الحين. طلعت تحبه وهو يبي ينقذ حبيبته. إذن عما يبحث أماديس؟ سأحتفظ به لأستخدمه لاحقا. أبي هذا اللي داخل سير بعدك. زين في ذا التلفون. تتبع تيل على صار عندي فل أول أغراضي. ها أنا هنا أيتها الخردة المشتعلة. إن مقلب النار يطارده. لن برا السقيع. السلام عليكم. حلو خلاص عملنا. شنو بالعاد صرت في المستوى 27. تمام نكلمهم. تلانا أنا كان مفترضا أن تخبرني أنك بخير. كنت سأرسل رسالة بعد عبور الصحراء مع قافلة من أسيرام، لكن عندما عرفت أن النفق انهار تماما أدركت أن باستطاعتي مواصلة المضي. عثرت على منفذ لذا اتضح أنني مخطئ. أنا آسف، لم أقصد أن أقلقك علي. إذن لابد أنك أماديس. وأنت حتما إيلوي. حدثتني تلانا عنك وأظن أنك تعرفينني. قليلا عرفنا توجهك للقبر، لكن على ماذا ستعثر؟ دليل أو حتى أثر يدلني على مصير ناسا. ربما ماتت في المعركة أو زجت في ذلك السجن. علي معرفة مصيرها. ناسا أخبرتني بما حدث لك وناسا أثناء الغارات الحمراء وحفظ سرها. لقد عيننا في فيلق الرمح الجنوبي، كلفنا بدخول تيناكث من خلال النفق. افتخرت بأنها جندية في جيش مملكة الشمس، لكن الأعمال الوحشية جعلتنا ندرك حقيقة الغارات. ثم تقربتما من بعض؟ لقد بذلنا ما في وسعنا لحماية الأبرياء. كنا الوحيدين اللذين اعترضا على تلك المذبحة. أجل، مقربان حتى معركة الزهور المشتعلة. معركة. ماذا حدث في معركة الزهور المشتعلة؟ علمت أن قوات التيناكث أكبر مما توقعنا، وقد حاولت إقناع قائدي بوقف الهجوم، لكنه كان ثملاً. وعندما هددته بإبلاغ قيادة كارجا هاجمني بسكين، لذا قتلته. دفاعاً عن نفسك. كانت جريمة، كنت مداناً، ولكن كان بوسعي أن أنقذ ناسا. تأخرت كثيراً. عندما وصلت للمعركة كانت مشتعلة بالفعل، والجنود كلهم كانوا مذبوحين، كما أن القائد الذي قتلته من الأسر ذات النفوذ أعلنت أسرته عن مكافأة مقابل الإمساك بي. الغارات الحمراء انتهت، سيعفو ملك الشمس عنك إذا علم. إن ملك الشمس لن يساعدني. عفو أباد لن يوقف المطاردين عن المكافأة.
طيب أنت وتيلانا. إذن أنت وتيلانا كلكما خاض مغامرة في البرية. روبوتات العداء الجارح قاتلة صيادين ومرتزقة نهش قذائف لا أحد يعترضها. حاول بائس اعتراضي في الغابة. إنه كان مغفلا. لنواصل بما أننا هنا لنذهب إلى القبر. لن أقول تعاليا، يكفي مجيئكما لهنا. لم أقطع تلك المسافة لأتركك معا حتى النهاية. لن أستطيع إقناعك بعدم فعلها. تعالي، القبر ليس بعيدا. حلو. السجن جانب الشاطئ، لكن علينا الاختباء في الغابة. سأحتاج. كيف عثرت علي؟ سمعت أفرادا من هناك في القرية المجاورة، عرفت الطريق من هناك. ماذا كنت ستفعل لو لم نعثر عليك؟ ستذهب وحدك؟ أحتاج سؤال أحد الحراس، فكرت في أن أخطفك أحدهم. رائع، لم تعد وحدك. نقترب، لم يتبقى الكثير. حلو، هذا هو القبر أو السجن، يعني يسمونه قبر. ها هو القبر. متمرد ريغالا يشعلون حربا ضد متمردي تيناكس. لقد سيطروا على السجن. إذن سيقتلون الحراس، إنهم أملي لمعرفة مكان ناسا. ربما لا، قد نعثر على دليل في الداخل. حتى بعد مرور تلك الفترة. إيلوي ترى أمورا أكثر مما نرى. لندخل، إن الأمل أفضل من لا شيء. لنعثر على مدخل آخر، البوابة الأمامية منيعة. ويستحيل تسلق تلك الجدران. ابقيا هنا، سأبحث عن مدخل وأحاول فتح البوابة. حلو، راح أدخل المعسكر. ربما أدخل من جهة الماء. ما في شيء هنا، نروح من هنا. ولا في شيء هنا، وصلنا للبحر. أذهب للبوابة إلى تلانا وأمادس. لو دخلنا داخل. هناك أثر للعدو.
واحد. إن فتحت البوابة الرئيسية، طلعنا وأماد سيساعدانني في إخلاء المكان. هذا معتمد غرب ولا شيء؟ هل كل شيء على ما يرام؟ اوكي، شلون راح اعدي من هذا المنطقه؟ لابد ان يكون الجندي يقظا بكل حواسه. ما عندي حتى صخر. هناك شيء تشكين منه اليوم؟ سأصرخ إذا عثرت على شيء. في حالة وقود. اوكي صادني. روح. فتحت البوابة، هيا بنا. من تحت. اوكي، من اللي قاعد يرميني؟ انت ولا على هنا ولا تجاوز؟ قنبلة الثانية. يا الله، مسخرني هذا. حلو، ذبحته. حلو، خلصنا. انتهى امركم يا غرباء. سوف يستدعي روبوتا. اللي بيستدعيه. أنا ما عندي طاقة. ضعيف ضد الصقيع. أوكي. دين. ناخذ الأدوات. سمعتي؟ دقيقة.
سلام. هذا أنا من عدة. سأخزن هذا لأستخدمه لاحقاً. تمام. نتكلم معهم. هنا الباب مغلق وآخر متمرد لديه مفتاح. حررنا كارجا، ألم نهن بما فيه الكفاية؟ ليس ذنبهما أنكم كنتم في السجن. أنا أبحث عن جندية من كارجا، أظن أنها سجنت هنا منذ 5 سنوات. اسمها نيسا. الكارجا نيسا كانت هنا، قتلتها بيدي. نيسا، سأتصرف، فلتؤمن المكان. إنها أنت صحيح؟ نيسا، كيف؟ أنا لماذا؟ ريتاكا. دعيني أوضح أكثر. أنت كنت نيسا؟ سجنت أثناء الغارات الحمراء ثم أصبحت من التيناك؟ يمنع الكارجا نساءهم من الانضمام للجيش. أنا كنت أتظاهر دائماً بخزي من حقيقتي أنني امرأة. أما التيناكس فيقدرون الجندي تبعاً لقوته وصموده، فانضممت إلى صفوفهم. نيسا، ريتاكا، حزنت ل5 سنوات. لما لم تخبريني بأنك حية؟ حياتي تجددت، ما كنت سأعود أبدا حتى من أجلك يا أمادس. حديث أمادس جعلني أعتقد أنك مهتمة بأمره. كان منذ 5 سنوات. لم أتخلى عنك. قبل المعركة حاولت إقناع جدايا بوقف الهجوم، لكنه لم يصغي إلي، فقمت بقتله. إذن فقد نال ما استحقه. أسرعت إلى أرض المعركة، لكنني لم أجدك هناك. لم أعرف، حتى إذا عرفت، حزنت عليك، ثم تخطيت الأمر. إذا جئت كسجينة، كيف أصبحت من التيناك؟ التيناكس سيقتلونني مع الآخرين الذين أسروهم، لكنها مسألة وقت. ذات يوم توقف أحد الجنود أمام سجني وسألني كيف انضمت امرأة إلى جيش ملك الشمس المجنون. فهمت منه أنه كان من رجال الكارجا. فشاف، سمعت أنه سقط في السفارة، استحق ميتة أفضل من تلك. بقية السجناء أعدموا. أقنع التيناكس بأن يدعوني أقاتل لأنجو. نجوت بعد أن أريق دمي، فأصبحت ريتاكا وقد نسيت الماضي. تنكرت على هيئة رجل كي تنضمي إلى جيش كارجا، ألا تفتقدين الكارجا؟ لا، أثبتت الغارات الحمراء أن القتال للكارجا ليس مشرفاً، وكنت أعرف أنا ورفاقي عندما سجننا أنه لا أحد سيحررنا. لو عرفت لأنقذتك. الأمر صار جيدا. تحت درع الكارجا وجدت دماء تعود للتيناكس. إذا صرت من التيناكس فلما سجنت هنا مجددا؟ كلفت فرقتي باستعادة سجن القبر من متمرد ريغالا، لكن فشلنا. أنا أعرف كم تكره ريغالا الكارجا. كيف لم يقتلك متمردوها؟ محقة، لو علموا لقتلوني، لكن لا يذكر ذلك إلا قلة من التيناكس. ماذا ستفعلين؟ لقد استعدت من القبر. ستحرص فرقتي أن يبقى تحت سيطرتنا. هذه النهاية؟ بعد كل ما واجهناه معا، هذا وداع؟ لنفترق. أشعر بالانتماء هنا، وأنت تنتمي لقبيلتك. تؤسفني معاناتك.
تستحق أفضل مما عانيته آخر 5 سنوات. سأحرص على منحك ممراً آمناً لتخرج. اعتبر هذا الوداع الأخير من نسا. على الأقل عرفت الحقيقة. عبت عليك نوعاً ما. وصارت من ابتلاك بعد ما دورها 5 سنوات. عليك استيعاب كل ما حدث. سأرافقك لمملكة الشمس. بعدها لا أعرف. تلانا أنا أتفهم. آسف لما حدث. وأنا فلتتركني مع إيلوي. ألو أنت بخير؟ في الحقيقة لا. ما مصير علاقتكما؟ لا أعرف. يحتاج التمعن في مشاعره، ولن أكون بديلة لحبيبته. هذه مكافأتك على ما عانيته معي. لا شحورة أفضل منك ولا صديقة. إذن نهاية المغامرة، ستعودين للشرق. سأبقى لوقت في الضوء القاحل قبل عودتي لمريديان. إذا مررت من الطريق ابحثي عنه. حسنا، رحلة آمنة. خلصنا مهمة تلزم المعرفة، والآن نرد إلى مهمتنا الأساسية اللي هي قبر أرو. حلو، وصلنا إلى المكان بعد مشوار طويل. هذا هو المكان أتوقع. في أحد هنا؟ لا أحد هنا. غريب. حسنا، ما من شيء يردعني عن أخذ قارب. ما في أحد هنا. القارب أنا أروح فيه. استخدم القارب. إيه وين رايح؟ لا أحد يحرس هذا الجانب من السفينة. حلو. أين الكوان؟ في لاندفول على ما أظن. لأعثر عليها. يفترض أنها في الشمال الشرقي. حافظ سريع هني. وصلنا إلى نقاط سان فرانسيسكو. أوكي. الذهاب إلى لاندفول الأرث. إن شاء الله أن هذه المهمة. أتلك هي الأصيلة. أوكي. هذه لاندفول صحيح؟ أبحث عن ألفا. المشرف بوهاي يدعوك إليه في حالة مجيئك. رجاء تفضلي معي. اذهب قل له قادمون. العرافة محقة.
المشرف بوهاي، غريبة عبرت البوابة للتو. كنت أعلم أن ألفا لن تكذب، تبدين مثل سوبك. هل ألفا هنا؟ أود التحدث إليها. سأنظر في طلبك بمجرد أن يتم تحديد ماهيتك. أصيلة كما تظن ألفا؟ أم خطر متنكر في تلك الهيئة؟ لست مصدر خطر. حسناً، في الوطن أطلق رجالك النار علي دون تحذير. هذا كلامك أيتها الفاسقة. لم ينجو أحد ممن اشتبكت معهم ليشهد على ذلك. لقد قاومت فرقتك حين... أقدم القائد العظيم. إذن ها هي لغزنا العظيم. إذن يا بوهاي، بما تكهنت؟ ما هي؟ لغز يا حضرة القائد. كيف تظهر كسوبك وتجهل تقاليدنا رغم ذلك؟ أيعقل أن نصدق أن أصيلة ولدت في هذه الأرض البائسة بعيدة بمحيط عن عالم المختارين؟ وإن كان، فلماذا؟ لا إجابة، هي تجيب. لكن أحذرك، الكذب لن يرضينا أبداً. تحدثي، لما أنت هنا؟ ما هو غرضك؟ أبحث عن مكان يدعى طيبة. وعما تبحثين هناك؟ ألفا أخبرتني عما تبحثون عنه. يمكن أن تقول أريد ما تريدونه. طريقة لمعالجة العالم. كما توقعت بالضبط. أخبرها. وجدنا طيبة، والتي هي مثوى لأسرار تيد فيرو. ليس بعيداً، لكن الطريق إليها مغلق. الروبوتات قطعت الطريق علينا لموقع العرافة ألفا برفقة حفارين وجنود. هل هي بخير؟ مستطلعون أخبرونا بروبوت قد حاصر رجالنا خلف دفاعاتهم، لكنهم يصمدون. روبوتات، ها؟ بوسع المساعدة. ألفا أخبرتنا بأنك قوية بحق. لدي بعض الأسئلة أولاً. سنجيب على ما بوسعنا. نبحث عن طيبة. عثرتم على طيبة، كيف؟ كشف لنا الأسلاف ذلك بعد إنشاء لاندفول منذ عام تقريباً. عبر بعض البيانات القديمة اكتشفتها ألفا وتحققت منها بنفسي. احتوت تفاصيل عن بناء قصر عظيم تحت الأرض. أين بالضبط؟ قريب، أسفل الهرم الكبير في الأنقاض. منطقي، تيد يحب الأهرامات. هل دخلتموها؟ لا، تلك كانت مشكلة من كثير. وسنحلها كلها مع الوقت. الرجوع إلى الموقع هو المشكلة. آمل أن تكوني قوية ضد الروبوتات كما قالت العرافة ألفا. عما تبحثون بالضبط داخل طيبة؟ ظننت ألفا جلبت كل البيانات. خاطرنا بالكثير لنعبر المحيط، ولهذا علينا كشف كل حلقة وصل بالإرث طالما نحن هنا، بالأخص لو كانت طيبة. لن نبحر عائدين حتى أكون قد كشفت عن أسرارها. إذن ألفا تتبعك؟
اختارني زملائي في مجلس المشرفين للإشراف على استرجاع البيانات في هذه البعثة. وأنت مسؤول عن البعثة؟ إنه أكثر من ذلك، إنك تخاطبين قريب إمبراطور كوين، وريث ممتلكات الدلتا الكبرى، أول قائد منذ 5 أجيال. كل ما عليها فهمه هو أنني السلطة هنا، وأنني أنوي الحصول على كل أسراري طيبة. نيتي محظوظون. عبرتم المحيط بهذه السفن؟ هذا ليس سهلاً. العظمة ليست سهلة. بالتأكيد، تطلب 7 سنوات بناء الأسطول. هذه البعثة هي أهم مشروع لجيلنا الحالي، سعي خلف المعرفة في عرض البحر وعلى المحك مصير قبيلتنا. وما كان لكل ذلك أن ينجح لولا إرادة القائد. كانت الرحلة صعبة والبراري هنا أصعب. لقد عانى بحارون وجنودنا من الكثير، أعرف هذا. كل شيء يهون من أجل مجد كوين. هذا جيد. ما نوع الروبوت الذي حصر رجالك في طيبة؟ ثاندر جو، تعاملنا معه من قبل، لكن هذا أعتى، أقوى، وله درع سوداء. أجل، كيف عرفتي؟ لا يهم، ليس سهلاً، لكن سأقضي عليه. إذن ابتسم لنا القدر، وكنت متأكداً، لأنه ثمة أصيلة معنا الآن، وستساعدني بكل تأكيد لجلب أسرار طيبة. تزودي بالمؤني إن أردت، ثم إلى طيبة في قاعدة الهرم عند الأنقاد. سنتبعك إذا تأكدنا من إخلاء الطريق. اوكي، نتزود من المؤن. حلو، عبينا جميع مواردنا، كل شيء فل، باتجاه الى الروبوت اللي نبي نذبحه، اللي هو الهرم ثاندر جو، اللي هو الهرم الكبير كبير. هذه درون راح نطيح ان شاء الله قريب، او ممكن خارج التصوير. وعندنا تقريبا 10 درونات نجمعها. واضح ان هني راح يكون ثاندر جو. طيب، وصلنا. اوكي، هذا سبب وجودي هنا. الروبوت سيقتلك. وانا انت ذا، اظننا سنفعل هذا. اوكي، يا الله، الحمد لله. لا لا، عندي. ما بقى له شيء. السلام علي. وصلنا إلى مستوى 29. سأضيف هذا إلى مخزوني. حلو، نخلصنا منه الآن. لذلك الروبوت أرسلني قائدكم. يلا افتح الباب. علي التحدث إلى ألفا. هيا بسرعة. كلمة. تحسن.
ألفا، جيد أنك بخير. أوه، تخلصت من الروبوت. لكن ماذا تفعلين هنا؟ ثمة شيء داخل طيبة أريده. أنا ذهبت للاندفول، قابلت القائدة وأبرمنا اتفاقا نوعا ما. وستساعدين على الدخول؟ أظن ذلك. كان الأمر موترا، ثمة شيء في ذاك الشخص ولا أفهم ما يريده من طيبة. ظننتنا وجدنا البيانات التي يحتاجها شعبك. ستتطلب منا تلك البيانات أعواما، يريد القائد نتائج. إيلوي، عليك توخي الحذر، إنه ها هما. الإرث يخبرنا بأن إليزابيث سوبيك ساعدت الأسلاف في التخلص من العوائق كما كان الأمر اليوم. لقد أوفيت بوعدك، أسعدتني. طيبة بالأسفل وبانتظارنا، ننطلق. يا له من حفر. معظم هذا كان مغمورا اضطررنا للتخلص من كمية مياه كبيرة. انظروا، الباب إلى طيبة. باب لا مثيل له. أنت محق بهذا، مصمم ليفتح لواحد فقط، تيد فارو. لكن الإرث يخبرنا أنه عمل بشكل وثيق مع سوبيك. حتماً بوسعها فتح الباب، وحتماً بوسعك فتحه. لن يحدث، أقله من هذا الجانب. أنت قلت إنها أصيلة تحمل جوهر سوبيك الأبدي. إذا سمحت فارو، رغم كل عظمته لم يبني القصر بمفرده، نعرف ذلك من خلال البيانات التي وجدناها، البيانات التي أشارت إلى هذا الموقع، وعثرنا على أدلة لممرات بالأسفل، ربما قد بنيت للإنشاءات أو للخادمين، لن نصل إليها. الطريق مغمور وهي عميقة تحت المياه، لكن أجل، سأصل إليها، قد يكون هناك طريق للأسفل. أترى؟ مع سوبيك دوماً طريقة. افعلي ما عليك لكي ندخل. حلو، لازم ننزل تحت ونطلع المدخل اللي طيبه. هذه المياه دافئة، أشبه بينبوع ساخن. اوكي. يا لهذا الشيء، إنه ضخم ويصل إلى القاع أيضا. يوجد صدع هناك، لعله مدخل. اوكي، لقينا المدخل. اتوقع انه وصل للبركان ولا النار اللي تحت. اوكي، لا، ايوه. تمام. حسناً، هذا النفق يقود إلى أعماق المبنى.
اوكي يفتح ويسكر. اتوقع لو سكر نعبر من خلاله. اوكي تمام. لأجل طريقة لإيقاف التفاف التوربينة لأعبر. اوكي في باب هنا. باب هنا. لابد من طريقة لإيقاف التوربينة في مكان ما. شلون وقفها؟ تعطيل التوربينة؟ أوقفت التوربين. جيد. أوكي وقفنا المراوح. دخلنا في باب من هنا. هذا الباب لنا فتحة. ليش؟ حسناً لقد دخلت لكن حلو. كيف سأدخل؟ أنا معلق. تبدو كأنها غرفة تدريبات. حلو. أخذنا بعض المعلومات. نشوف هنا إيش عندهم. نفتح الباب. أوكي. أتوقع المكان من هنا بس. اوكي ما في شيء. نطلع. منطقة معيشة. إنها كبيرة جدا. نشوف شنو عندهم. أدوات. شغل فيها. أشوف يمكن. هذه غرفة نوم. فتح الباب بعتلة. حلو. اتوقع خلصنا ونروح الحين الى هذا الباب. دخلت عندك انا. اوكي ما في شيء هنا. لعل هذا الطريق إلى الباب الرئيسي كي أدخل الأكوان. ما في شيء. فتح الباب. يا لهذا المكان. إنه لا. راق بالنسبة لملجأ نجاة. عناصر تحكم وصول. باب مسكر. أوكي. نفتح الباب لهم. آه جيد. خاصية مخرج طوارئ. نشرت خاصية مخرج طوارئ. الباب مفتوح. القدر بانتظارنا. كنت واثقا من قدرتك. ماذا يحدث؟ القائد يستعد لدخول طيبة.
يا وجه الكريه. لما ترتدي كملابس تدفارو. إنني فارو الجديد، جوهري هو جوهره، خلال الأعوام، خلال كل الأجيال، روحه هي روحي، إرادته هي إرادتي، لا يفصلنا سوى شيء واحد. أحتاج وصيته الأخيرة، أحتاج أعمق أسراره، وبما أن الباب مفتوح فتلك الأسرار أصبحت في قبضتي، حين أجلبها سوف أكون مكتملاً كما كان هو. سيكون لدي كل ما أحتاجه كي أنقذ موطننا، وكما فعل فارو العالم. حسناً، أظن أن هناك ارتباكاً فيما يخص مكان فارو علي. لا أحد يعرف مكان هو عليه أفضل مني. أنا المجدد، إنه أعظم الأسلاف، الرجل الذي أنقذ العالم. وأنت، أنت تفهمين سوبك، أنت هي مباشرة فارو، مساعدته. تعالي، سوف نهبط نحو طيبة سويا كما يجب. اجلبوا الرداء. رداء؟ كما إنه فارو فأنت سوبك، وفي مناسبة كهذه ألا يجدر ارتداء زي عمل مناسب؟ لا 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 لا، لن أرتدي ذلك، محال. سترتدين الزي المناسب لتخليد هذه اللحظة. وإلا ماذا؟ يقال قدرت سوبك الحياة جدا، أهذا صحيح؟ حسناً، سأرتدي الرداء. ممتاز، هلا نوصل؟ انظروا لهذا المكان، يا لعظمته! منطقة فيرو، منظر يحبس الأنفاس. ممتاز، في مكان هنا ترك فارو أسراره، فلنجدها. عظمتك، ربما علينا ترك حراس كي يغطوا المخارج. بالتأكيد، فلنفعل ذلك. أدخل داخل. هيئة فارو، تمثال للجسي. صحيح، حضرة القائد. إنه نصب تذكاري، أعترف بهذا. هذا قد يقود للأسفل. هذا رائع. بوهاي، تذكر تفاصيله للأجيال المقبلة. سيكون هذا فصلاً خاصاً في إرثك سيدي. يا له قصر قد بناه فيرو لنفسه. هذا ما يستحقه. بالطبع صاحب السمو. هل لدى فيرو حمام للقدمين هنا؟ لطالما أردته. لن نتحدث عن قدميك أكثر من هذا يا بوهاي. كري حلو. مهلا، هذا غريب. حاولت تحذيرك. أجل، نوعا ما. سوف أشرح كل شيء إن نجونا لما يكفي. هذان يبدوان مخيفين. تمثالان حارسا منطقة فارو. هذه ليست تماثيل، حذاري! أخرجوا القائد من هنا! لا يوجد غيرنا إذن. هل هذا ناصي؟ زين زين.
هذا هم أول وحش أول آلي. أوكي ذبحنا، خلنا نأخذ المواد. حلو. أحسنتم. شكرا. أين هو المشرف بوهاي؟ لقد قرر العودة للسطح، قرار حكيم. لا يمكننا أن نفقد المزيد من العرافين، لذا نقول نحش. علينا المواصلة. هذا صندوق ذهبي، إيش رأيك؟ أوكي. سوف نتعمق أكثر. هرم فرعوني هذا. ترى ما هذا؟ إنه عرش متكئ متصل بجهاز من نوع ما. أتساءل عن وظيفته. معدات مبهرة، ما غرضها؟ تفتيش في تصريح أوميغا من طيبة. لا أعرف، لا يقرأ مصلات البيانات. نشوف ماذا تبتشي بعد ذلك. طالت نمر ممتكان لإخافتي فقط. إذن وماذا عن الأصيلة؟ هل فقدت البيانات؟ سلام. في بيانات هنا بعد. يفقد تيد صبره. فتح الباب. امسح الجهاز من فضلك. فعلتها من أجلي؟ هل نفحص؟ عدلت نظام العلاج الجيني وأضفت خليطا جديدا لمعالجة الأعراض التي تسببت الطفرات بها. آمل أن يكون هناك استقرار بعد المعالجة التالية. من يعلم ما قد يفعله تدبن إن لم يحدث ذلك؟ النتائج الأولية كانت مبشرة، لا علامات تقدم للعمر ولا تدهور خلايا، لكن الآن فقط لو أصل إلى مختبري القديم في بانكوك أو لزملائي أو لخزانة شرابي القديمة. كفى، علي أن أتحلى بالتفاؤل من أجل كانيا. لقد رأيت شيئا، هذا واضح. هل فسرت البيانات؟ لما استعمل فارو الجهاز؟ أظنه خضع لعلاجات كي يحيا أطول، أطول بكثير. حقاً؟ أيعقل أن يكون حياً؟ لا تكوني غبية، لو كان حياً لاحتفظ بجوهره، لما كنت قد ورثته أنا. تذكروا، لقد كان المجدد، بالطبع كان سيبذل قصارى جهده ليعرف أسرار الحياة والموت، ليس من أجله. كل شيء فعله لبداية جديدة جدا لنا نحن الكوين ولوريثه الأصلي أنا. أتعلم أظنك محقا، لديك صفات مشتركة مع تيد فارو. سترين حقيقتي مع الوقت، دعونا نواصل، أسراره تنتظر. حلو، نكمل.
هذا مكتب صغير، ربما لموظف بسيط. شيء هنا نطلع. انظروا للمعدات، نقترب من مركز المكان، أشعر بذلك. آه، بسرعة اكسروا. هل تلك فتحة تهوية؟ الفكرة جيدة. دخلت الغرفة اللي بعدها. جهاز تحكم، ربما سأصل إلى ملفات التدمين هنا. طيب دقيقة. ما في شيء هنا. تفاعل. أوميجا، حصلت عليه. بما ستدافع عن نفسك يا تيد؟ مات شونغتو ومعه طفلته. وجدتهما في مكتبه صباحا متشابكي الأيدي، سمما نفسيهما. لم أقم بإخلاديهما للنوم. لقد كانت فتاة صغيرة، قدمت لهم الحياة، وهكذا جازياني، تركاني وحدي. لكنني أظن أنني وحدي منذ بدء هذا الشيء، وحيد في حمل العبء، وحيدا بالماضي والمستقبل. تيد المسكين، أيا كان من يموت يشعر بالأسف لنفسه. مستقبل ليس، أطفال ليس سيأتون في يوم وسأرحب بهم. افتحوا الباب. أخذ التبرير بسرعة. تقدمي في السن توقف، كما أن خلاياي تتجدد بسرعة كبيرة. أحتاج بعض الوقت كي تهدأ حدة الطفرات. الوقت والطاقة. قال شامبتون سيمنحني المفاعل ما أريد، أن تعود قوتي، أن ألملم شتات نفسي كي أرحب بالأطفال. سيحتاجون إلي لنصيحتي، لإرشادي، ولن أكون وحدي بعد ذلك. أسرار فارو، هي هنا؟ ليست التي تبحث عنها. إذن لابد أنها بالداخل. ثق بي، لن ترغب في الدخول. هل جننت؟ لم أقطع كل هذا الشوط لأتوقف الآن. أخيراً، إرث فارو أصبح ملكي. هذا إنه هو.
احرقوه كليا. مهلا لا، فارو جهزه كي ينصهر. اقتلوهما، لا شهود. يا الله، لا لا لا، حلو. ما رأيكم في الآن؟ والله ما كنت أدري. خلاص خلاص، موت يا بني آدم. فيرو جهز المفاعل ليفيض إن مات. علينا الهرب. أوكي، الهروب. من هنا من هنا. نحاشنا الخروج من الأول. هذا اللي ما حسبت حساب. أسرع سيدي. هيا ابتعد عن طريقي. المفروض ما ساعدك. لا احسن. اوكي، طيب شو الصوت؟ لا عاد في من هنا. جه
اوكي. هيا. احترق الحلق. عنده شيء بنفسجي. اوكي لا مهم. عدينا. اطلع. لا تسكر عليها. زين اطلعوا. وجدنا شيئا يساعدنا، ليس لموطنكم بل لكل مكان. ولكن أين القائد؟ أوه لقد رحل، لكنه ضحى بحياته لمساعدتنا في الحصول على أسرار طيبة. فهم. لابد أنك تعتقدين أنني غبي. ماذا؟ لا لا، كان القائد مغرورا بحق وحرف معتقداتنا إلى نزوة مريضة أنانية، وتتوقعين مني تصديق أنه ضحى بنفسه مقابل بيانات؟ حان وقت الحقيقة ويستحسن أن أقتنع، وإلا سآمر هؤلاء الجنود بأن يطلق النار. مهلا، أنت محق بصراحة. أفسد القائد كل شيء، دمر طيبة فوق رؤوسنا ومات جبانا بحق، لكن وجدنا شيئا هناك سوف يساعد موطنكم إن أخذته واستعملته. إن اضطررت سأخرج من هنا بالقتال، لكنني لا أحب هذا. اتركني أذهب، سأحصد الثناء حين تتحسن الأمور. يبدو النجاح أفضل بالتأكيد من الفشل. يبدو إذن أن أقدارنا قد تشابكت. لاندفول مفتوحة لك، فبوسعك المجيء والرحيل كما يحلو لك، لكن ألفا ستنضم لك لتحكي عن جهودك. هذا عادل. طيبة لم تعد ذات قيمة لنا، سوف نعود إلى الأسطول. ألفا، أتوقع أن تكون تقاريرك شاملة. ظننت أنه سيقتلنا، وبدل ذلك انضممت إليك. سعدت بك، لكن تحتاجين مساعدة للوصول. فارل، اكتسبت صديقة، قابلها عند سفينة لكوين ورافقها. حسنا، أود مقابلتها. ثقي بي، ستحبينه. فارل سوف يعطيك مسلاطا وكل ما تحتاجينه. إلى السفينة، أنا سأقابلك في الشرق. تتبع العرافة الحقيقة أينما قادت. أراك هناك. حلو، اكتشفنا مصير فارو. لدينا ما نحتاجه للاستحواذ على هيفاستس.
تروفي وصلنا إلى مستوى 30 بعد تروفي ثاني. مع رحيل القائد قد يتحدث الكوان وطويل العمر طيب. بالجوار الأفضل العودة إلى القاعدة. غريبة ليش مو قاعد يطلع لي الطريق لأنا ما أصحى. وصلنا إلى القاعدة نروح إلى القاية ونكلمها. أهلا بك إيلوي، تجربتك في طيبة كانت مزعجة لكن لدينا مشكلة جديدة. هل حدث خطب ما مع بيتا والعتاد؟ أسنتمكن من نقلك إلى الجوزاء؟ العتاد اكتمل، المشكلة في هيفاستس نفسه، لقد سرع من انتشاره عبر شبكة المرجل مما زاد من قوته. لكن مع استرجاعنا لبرامجك الفرعية سننجح صحيح؟ صحيح، لكن التأثير النهائي هو أن استيعاب هيفاستس سيتطلب أطول مما ظننا. كم سيتطلب؟ حتى مع تصريح أوميغا تقديري هو أن الدمج سيتطلب 35 ساعة، وكل ساعة تزيد خطر رصد الزينس لنا. نواتان، تجاوزان، ماذا لو دمج بمستنسختين من إليزابيث سوبك مجهزتين بتصريح أوميغا؟ كم يلزمها؟ نصف الوقت؟ لن يكون هيفاستس مستعداً لعبء عمليتين الآن، إضافة إلى الكفاءات التعاونية الواضحة. الحساب جارٍ، سيقلص وقت الدمج إلى 4 ساعات ونصف تقريباً. حسناً فارل، سنحتاج إلى بيتا في الجوزاء، تظن بوسعك إقناعها؟ لا أعرف، سأحاول. وتشتيت الانتباه، المولدات جاهزة؟ تبقى الاختبار الأخير، واثقة أن النبضات ستخفي نشاطاتنا في الجوزاء عن زينث، ذلك إن تم إطلاقها قرب المراجل الأخرى. جيد، ما دام بوسع آرند استعمال الجهاز دون إصابة نفسه. إيلوي، انزلي إلى هنا، إن بيتا متعبة. حسناً. حلو، احنا دامنا خلصنا من موضوع فارل، مو فارل اللي هو تيد نفسه، فراح نوقف لحد هني ونكمل ان شاء الله في فيديو قادم، نتحدث الى فارل ونشوف بيتا شنو عندها. يعطيكم العافية على المشاهدة، مع السلامة.